جارتنا مجوجة بواحد السيد، داك السيد مات وبقات هي في الدار. الحالة ديالها الدهورات هاد اليامات الأخرى ديالها مرضات، كانت في صحة جيدة وكانت معنا أنا بخير. الأخر ديالها الدهورات طاحت في مرضة، ما كاينش اللي مقابلها ولا داك، وبقات المرأة تماتت. اليوم تسوقنا الخبر ديالها، هي فاجا الأمن وجا. السن ديالها غتكون شي 68 عام بحال هكا. دائما كنشوفها، كانت مرأة طيبة، كانت الله يعمر لها الدار ديال الدرويش.